للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المهدي مطوع، المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور، بعد التحية، تصريحات قوية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك أثناء لقائه بالمستشار الألماني شولتز، موقف مصر الرافض بالتأكيد للاعتداء الإسرائيلي، كيف تراه؟ يعني أنا باعتقادي أنه هذا أمر غير مستغرب لا على القيادة المصرية ولا على السياسة المصرية منذ بداية القضية الفلسطينية، ومصر تعتبر أن هذه القضية هي جزء من أمنها القومي وأن الحفاظ عليها ودعمها بكل الأشكال والسبل هو جزء من الحفاظ ودعم الأمن القومي المصري. الذي حدث في بعد 7 من أكتوبر يعتبر غير مسبوق على مستوى العالم، سواء من فكرة التدمير والإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق أهداف سياسية مخفية تريد إعادة إنتاج النكبة الفلسطينية وإعادة إنتاج التهجير والهجرة بهدف القضاء على القضية الفلسطينية. تنبه القيادة المصرية الممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لخطورة ما يحدث ورد الفعل المصري الرافض تماما لقبول أي تسوية تتعلق أو تقدم أي تسوية تقدم خدمة لهذا المخطط بالتأكيد هو العامل الرئيسي، إضافة إلى صمود الناس في غزة لإفشال هذه الخطة، والخطوات التي تلت ذلك من الضغط من أجل إيجاد ممرات آمنة وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة بهدف تعزيز صموده ودعم موقفه أيضا كشعب فلسطيني يرفض فكرة الهجرة من أساسها وتكرار ما حدث في السابق. بالتأكيد هذا الموقف ربما من المواقف القليلة في العالم التي كانت واضحة منذ اللحظة الأولى وحاسمة في هذا الاتجاه. نعم، هناك أيضا محاولات لفتح معبر رفح وإيصال المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة، جهود كبيرة تبذل في هذا الإطار، كيف تراها وكيف ترى نظرة المجتمع الدولي لهذا الأمر وسكوته عنه؟ يعني أولا كان هناك غطرة إسرائيلية غير مسبوقة ترفض فتح المعبر وتهدد بقصف أي مساعدات تدخل من المعبر. في نفس الإطار قابلها طلب بخروج مزدوج سياسيا من غزة. كان الموقف المصري واضحا أن على الدول التي لديها رعاية في غزة وتريد تأمين حياتهم أن لا يكون ذلك مجانا. خروجهم لن يكون مجانا ولكن خروجهم بمقابل دخول المساعدات الفلسطينية وكسر الغطرسة الإسرائيلية التي تحاول فرض معادلة جديدة تتحكم حتى في تقديم المساعدات، وهذا بالنهاية أدى مع الجهود والضغوط التي حدثت أدى إلى قبول إسرائيل مجبرة، إضافة إلى أن الولايات المتحدة أيضا ساهمت في الضغط على إسرائيل نتيجة للموقف المصري، وهذا أدى أيضا إلى تعيين منسق أمريكي لدخول المساعدات الإنسانية، وهذا يعني أن المساعدات لن تكون مرتبطة بيوم واحد أو عدد معين من الشاحنات، ولكن ستستمر هذه العملية طالما هذه الحرب دائرة وحتى بعد انتهاء هذا الحرب، لأنه أثارها سيحتاج إلى وقت طويل جدا لإزالة أثار مثل هذه الحرب. نعم، طيب دكتور مطوع، أعود معك مجددا لفكرة المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعني يغض الطرف عن ما يحدث من مذابح ومجازر للمدنيين منهم النساء والأطفال كما شهدنا في القصف الأخير. هذه النظرة لدى المجتمع الدولي كيف يمكن تغييرها؟ كيف يمكن تنبيه المجتمع الدولي إلى أنه يعني هذه النيران لن تطال فلسطين وحدها؟
يعني أنا باعتقاد أنه هذه ليست المرة الأولى للمجتمع الدولي الكيل بمكيالين. المجتمع الدولي يكيل بمكيالين دائما طالما هناك مصالح لهذا المجتمع. المجتمع الدولي الذي نتحدث عنه هو نفس المجتمع الدولي الذي ساهم في نكبة الشعب الفلسطيني. هذا المجتمع الدولي هو نفسه الذي كان له الدور الأبرز في تدمير دول عربية بشكل كامل عبر أكاذيب ثبت عدم صحتها. المجتمع الدولي هو نفسه الذي يعطي حق المقاومة للأوكرانيين ويسمي حق المقاومة للفلسطينيين بالإرهاب. المجتمع الدولي هو نفسه الذي يرفض تنفيذ القرارات الأممية نفسها، قرارات الأمم المتحدة طالما تتعلق بإسرائيل. عدم توصل الأمم المتحدة إلى قرار في حد ذاته يعني يلفت الأنظار لدور المجتمع الدولي الضعيف في هذا الأمر. هو يلفت الأنظار أنه أصبح مجلس الأمن بتركيبته الحالية والتشكيلة الموجودة والمنظومة الدولية تحتاج إلى إعادة صياغة إذا أريد منها التحقق إذا أريد منها أن تكون جزءا من العدالة الدولية، لأنه بهذا الشكل وهذا الانقسام الموجود في مجلس الأمن ليس فقط في القضية الفلسطينية ولكن في كل القضايا يؤشر أنه أصبح هذا الصراع يغيب العدالة الدولية. لذلك من المهم العودة إلى توسيع مجلس الأمن وإضافة أعضاء آخرين وتغيير الصياغة أو تغيير المنظومة التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية كتقسيم للدول التي تعتبر نفسها انتصرت في هذه الحرب وتقسيم هيمنتها على العالم بشكل عام. نعم تأكيد. دكتور مطوع، يعني ما شهده العالم خلال هذه الفترة من تعدي كبير للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة إنما يصفها بأنها شكل من أشكال الإبادة، كيف ترى ذلك؟ يعني هي ليست شكل، هي فعلا إبادة جماعية، استهداف المناطق البلدية وتدمير مساحات شاسعة مربعات كاملة واستهداف المدنيين. هناك أكثر من 60 أسرة مسحت من السجل المدني، هناك أعداد مهولة من الشهداء وأعداد أيضا من ما زالوا تحت الأنقاض والإصابات، ونحن لا زلنا في الأسبوع الأول. وهذا يعني أنه إذا طالت الحرب أكثر من ذلك سيكون معدل ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بوتيرة متوالية هندسية تتضاعف بشكل يومي، وهذه تشكل بحد ذاتها مأساة إنسانية لا يمكن السكوت عنها والاستمرار بالسكوت عنها بهذه الطريقة. صحيح. هذه الوقائع تدفع فلسطين بالتأكيد للمقاضاة الدولية وطلب الحقوق، يعني في رأيك إذا ما حدث ذلك إلى ما سيصل؟ يعني أنا برأيي أنه جزء من الكيل بمعيارين فيما يتعلق بقضية فلسطينية هي المحكمة الدولية. رأينا كيف أن المدعي العام الجنائي للمحكمة الجنايات الدولية كيف تحرك عند في الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تثبيت وقائع تتعلق بجرائم الحرب مباشرة. يعني مجرد ما بدأت وسائل الإعلام تنشر الأخبار وبدأ التحرك، بينما في قضايا فلسطينية ابتداء من الاعتداءات الإسرائيلية سواء الحديثة أو القديمة في هناك ملفات حتى هذه اللحظة لم يتم إجراء تحقيقات فيها برغم اكتمال كل الأركان المتعلقة بمحكمة الجنايات بجرائم الحرب. ويمكن التذكير بما حدث مع المدعي العام السابق وهي فاتي باسوندا التي بدأت بالفعل في إجراءات تتعلق ببعض القضايا التي تتهم إسرائيل فيها بجرائم حرب. على الفور تحركت هذه الدول التي قدمت الحماية الآن والمساندة لإسرائيل إلى عزلها وانتخاب شخص آخر مكانها، وحتى فرضوا عليها عقوبات شخصية. تخيل أنه فرضوا على شخص عقوبات، يعني الولايات المتحدة
فرضت عقوبات مالية واقتصادية وعقوبات تتعلق بتحركاتها ما زالت تعاني منها حتى اليوم. بالتالي العدالة لا تتجزأ، والمنظومة الدولية لكي تسير بعدالة وباتزان وبتوافق بين كل الأطراف، هذا الأمر متكامل يبدأ من مجلس الأمن وينتهي في أقل مؤسسة تتبع الأمم. نعم دكتور مطوع، إذا كان ما هذا هو المشهد في الخارج، ماذا عن المشهد في الداخل؟ مع هذه التطورات الكبيرة كيف يمكن رأب الصدع؟ كيف يمكن أن نرى وحدة داخل فلسطين، داخل فلسطين بقيادة واحدة؟ يعني أنا باعتقادي أنه ربما هذه الحرب قد تشكل تغييرا بأن يقتنع بعض الأطراف أن قرار الفلسطيني المستقل وعند عدم ارتباطه بمحاور لا تسمن ولا تغني، وقد ثبت في هذه الحرب سمعنا كثير من الشعارات في الفترات ما قبل هذه الحرب وأثناءها، وثبت أنها كانت مجرد شعارات، وهذا أدعى الانفصال الفلسطينية التي كانت تراهن على قوى إقليمية لإنقاذها، أن هذه القوى الإقليمية لا تستطيع أن تنقذ نفسها وستحافظ على مصالحها وتتعامل مع هذه الفصائل كأنها أوراق للعب بها لخدمة مصالحها. نعم، مصر دعت لقمة سلام، قمة القاهرة للسلام يوم السبت القادم بدعوة عدد كبير جدا من دول العالم. في رأيك أهم ما سيطرح خلال القمة، ما نطمح إليه من مخرجات هذه القمة؟ يعني أنا باعتقادي أنه في ظل الظروف المواجهة والحالية ربما أكثر ما ينتظره الفلسطينيين وما يرغبوا بطرحه وقف آلية لوقف الجنون الذي يحدث هذا، ووقف الدماء التي تسيل بشكل يومي عبر تشكيل بغض دبلوماسي من هذه الدول التي سوف تكون في هذه القمة. هذا جانب. الجانب الآخر هو طرح رؤية حقيقية تتعلق بالسلام في فلسطين، ويجب على نتنياهو وحكومة اليمينية أن يدفع ثمن ما حدث. أنا أعلم في وسائل الإعلام الإسرائيلية هناك مطالب جدية بأن بمجرد أن تضع هذه الحرب أوزارها أن تكون هناك محاسبة لنتنياهو لما أوصل إليه الوضع. هو جزء من المسؤولية الرئيسية عما حدث يتحملها نتنياهو وحكومة اليمينية الذين بذلوا كل جهد ممكن وكل طريقة لقتل عملية السلام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المهدي مطوع، المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.